شاء الله عن قريب راح اتزوج. شي تتمنين تتخلصين منه بأسرع وقت؟ ما أقدر أقوله، هم قعدوا خلاص من شيء شيء كل واحد اثنين عائلة كاملة شيء واحد يقولوا لك إذا قلت إذا تمنيتي يصير حالاً بالاً شنو الشيء؟ ما أقدر أقول ما يصير كل شيء ما تقدر تقولي قولي نور أنا كل شيء جاوبته كله هذني وأنا أدري مراقبين البيت ماتي إذا أجاوب أخاف يصير بيهم جلطة وأنا أخاف على الناس تعرف زين تقبلين تكونين زوجة ثانية؟ أنا دوم الأولى وكلهم يجون وراي برافو عليك كفو كفو أهم شيء نمبر 1 خلي يجون وراي أنت ما تاخذين فضلة غيرك ما حد ياخذ فضلة غيره يا اما اكون الاول والاخير ولا ما اكون لو فكرت ونسيتك لو يوم ما حبيتك المنح بهاي الناس ما بها من حنيتك ما بها من حنيتك تخيل حياتي بدونك كره القلب شلونك سر الحياة لاسر حياتي عيونك لاسر حياتي عيونك نشر مليان حب وحساس انفت وضح متابع جميل تريد تحصل ارباح وتصعد قناتك وتشتهر ومشاهداتك تصير عاليه ويصير اليوتيوب مصدر رزقك ما عليه غير نطبق الشروط اللي هي كل سهله اولا تنزل قسم التعليقات راح تلقى حساب بالانستغرام مو تابعنا عليه بس مجرد راسلني هناك وقول لي جيتك من اليوتيوب انا راح افهمك شلون اسوي لك دعم وشلون اصعد قناتك وشلون وش قد راح تستلم الارباح